أهلا بيكم أحبائي مشاهدينا في كل مكان، ومع أول حلقة من برنامجنا الجديد هنصلي ونرن. الحقيقة أقدر أقول لكم يمكن بقالنا سنة بنجهز للبرنامج ده، لكن شوية يتعطل وشوية نجهز، لكن نشكر ربنا إن جاء الوقت اللي نقدر نقدم فيه هذا البرنامج. زي ما بيقول الكتاب، لكل شيء تحت السماء وقت. برنامج هنصلي ونرنم. الحقيقة مش هنتكلم عن الصلاة، لكن هنصلي مع بعض. هنكون مستعدين إن احنا نتلقى كل طلبات الصلاة على الهواء مباشرة ونصلي من أجلكم. هنرنم سوا، مش ترانيم مسجلة، لكن هنرنم سوا على الهواء مع بعض لايف. والحقيقة هنكون برضو مستعدين إن احنا نقبل كل طلباتكم للترانيم اللي تحبوا تسمعوها. لو نقدر نرنمها في نفس الحلقة كويس، لكن لو ما نقدرش هنجهزها ونرنمها في الحلقات اللي جاية إن شاء الله. برنامج هنصلي ونرنم هيكون مرة كل شهر، لكن ممكن بعد كده هيكون في حلقات مسجلة حوالي نص ساعة خلال الأسبوع. لكن ده مرة كل شهر هنكون معاكم على الهوا حوالي ساعتين نصلي ونرنم سوا. قبل ما اتكلم عن يعني أهمية الصلاة والترنيم في حياتنا، ويعني زي ما احنا عارفين كده كلنا ان الصلاة ده يعني أقوى عمل روحي نقدر نتحر به الشيطان، زي ما المسيح قال كده إن هذا الجنس لا يخرج إلا بالصوم والصلاة. يعني الصلاة شيء مهم جدا في حياتنا. الصلاة يمكن أهم من المعجزات، لأن احنا ما بتحصلش المعجزات إلا بالصلاة. علشان كده الصلاة هي من أول أولويات حياتنا اللي لازم نهتم بيها، اللي هي بيها نقدر نكلم ربنا. علشان كده النهاردة زي ما أقول لكم هنصلي سوا وهنرنم سوا. بيقولوا كده ادخلوا إلى حضرته بترنم. يمكن سمعنا وعظ كتير، ويمكن ناس بتزهق من كتر الوعظ يعني، ويمكن الوعظ بيتعاد هو، لكن التسبيح، والتسبيح بالروح، مش التسبيح مجرد مزيكا والحان، لا، التسبيح بالروح بنحس فيه فعلا بحضور الله في وسطينا، وده العمل اللي كلنا هنعمله في السماء. كل شيء هينتهي، الوعظ هينتهي هنا، ويمكن الصلاة والصوم وكل وسائط النعمة، لكن الشيء الوحيد اللي هنعمله في السماء ان احنا هنسبح. هنسبح معاكم وهنصلي النهارده. واسمحوا لي ارحب بضيوفي النهارده. معانا قدسابونا بشوي عزيز، اهلا بقدسك يا قدسابونا. معانا عازف الكمان الاستاذ عادل اسكندر، اهلا بيك يا عادل. المرنمه مها فايز، اهلا بيك يا مها في البرنامج. وان شاء الله يعني مش هيقتصر البرنامج علينا بس، لكن كل مره هيبقى معانا مرنمين وضيوف مختلفين. اهلا بيك يا قدسابونا. ودام مدام هنصلي ونرنم يبقى نبتدي قعدتنا بالصلاه. اتفضل قدسك. امين صلي. امين. طبعا احنا عارفين ان احنا لما بنيجي نصلي بنصلي في اوضاع خاصه بالصلاه، يا اما بنصلي احنا واقفين، يا اما بنكون راكعين، يا اما نكون ساجدين بطريقه معينه، لكن لظروف التسجيل فاحنا بنبقى في استثناء ان احنا نصلي واحنا قاعدين. لكن اهم من ان احنا نصلي قاعدين او احنا راكعين او احنا واقفين، المهم الانسان يرفع عقله وقلبه الى الله. وده انا بطلبه من جميع المشاهدين ان كانوا قاعدين او واقفين، ارفع قلبك وارفع عقلك الى الله، لان هذه هي الصلاه. والحقيقه كنت قاعد بفكر في البرنامج ده ونبتدي ازاي. طيب وبعدين هنقول للناس، يا ناس اللي عنده حد محتاج صلاة ممكن يكلمنا في التليفون. ومحد يقومني النهاردة الساعة 7 الصبح، واحد من هولندا يكلمني علشان خاطر ان مرات اخوه عندها كانسر في الغدة الدرقية، وبيقول احنا عايزينكم تصلوا عشانها. فقلت له النهاردة عندنا اول حلقة في برنامج هنصلي ونرنم، هي اسمها أنوش، هنذكرها دلوقتي في الصلاة
وكمان اللي عنده أي إنسان محتاج لصلاة إن كان مريض أو في ضيقة أو أي احتياج خاص، إحنا بنشجع الكل يتصل بينا علشان وإحنا نحط التليفون على طول من أول الحلقة عشان خاطر نتلقى طلبات الصلاة في زي ما قلت كده لكل من يريد أن نصلي من أجله لأجل أي احتياج مهما كان، لأن إحنا واثقين إن إلهنا هو إله المعجزات وأيضا هو الإله القادر على كل شيء. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. يا رب يسوع المسيح باسمك يا رب نبدأ هذا البرنامج، برنامج هنصلي ونرنم، وانت يا رب يسوع المسيح اللي كنت بتصلي وتلاميذك لما شافوك بتصلي يا رب بحرارة وطول الليل بتقضيه في الصلاة قالوا لك يا رب علمنا كيف نصلي، عشان كده يا رب انت علمنا ازاي نصلي وازاي نرفع قلوبنا اليك يا سيدنا، وخلي يا رب البرنامج ده يكون فيه فعلا يا رب شفاعة لأجل كل إنسان محتاج يا رب إلى نعمتك وإلى معونتك، لأنه مكتوب لأن احنا لسنا نعلم ما نصلي لأجله، لكن الروح بيشفع فينا بأنات لا ينطق بها. فإحنا يا رب بنسلم لك يا رب ولروحك القدوس هذا البرنامج لكي يعمل في كل يا رب الخدام الذين يا رب يسبحون ويرنمون ويصلون من أجل يا رب احتياجات أولادك اللي حنسمعها واللي حجلنا بالتليفون أو بأي طريقة أخرى. بارك يا رب في هذه الحلقة، وبارك يا رب في كل خدمة لمجد اسمك وليك الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين. 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 طيب ابتدينا بالصلاة، نسمع ترنيمة من المرنمة مها، وبمناسبة القيامة هترنم لنا، ترنمي لنا إيه مها النهاردة؟ هرنم ترنيمة إخريستوس أنيستي المسيح قام. جميلة. علشان بمناسبة قيامة المسيح. تمام، تفضلي. شوكات
نتعلم تكون دي تحيتنا طوال الخمسين، خريستوس انستي اليسوس انستي. كان دايما كل اجدادنا مش بيحيوا بعض الا بالتحيه دي في ايام الخمسين. أتسابونا يعني كلنا عارفين الصلاه، ان احنا يعني بنكلم ربنا في الصلاه، يعني برضو نعرف كلمة عن أهمية الصلاة في حياتنا. يمكن الناس بتصلي بسرعة الصبح 5 دقايق، بالليل قبل ما تنام أبنا الذي، يعني بناخدها كده كما لقوم من عادة، تأدية واجب. حتى الصلوات الطويلة بتاع القداسات، ما دي برضو صلاة. الناس لو طول شوية أبونا، يعني كلمنا إيه أهمية الصلاة في حياتنا؟ موضوع أهمية الصلاة ده موضوع محتاج لحلقات كتير قوي، وآباء قديسين كتبوا عن أهمية الصلاة وعن قوة الصلاة وعن فعالية الصلاة وحياة الصلاة. وحياة الصلاة. لكن النهاردة أنا عايز بس أقول في إيجاز 11 حاجة مهمة جدا منقدرش ناخدها إلا من الصلاة. طب يا ريت أحبائنا المشاهدين يعني ورقة وقلم ويكتبوا مع أبونا، علشان 11 نقطة دي كتير أوي يحفظوها. تفضل يا أستاذ. ما احنا هناخد نقطة نقطة في كل برنامج تاني. طيب، بس يعني احنا مع ال 11 لا، ما احنا هنقولهم باختصار بعدين بعد يعني. كده نبقى ماشي. يا اتفضل. أول حاجة، الصلاة مدخلنا إلى قلب المسيح ومدخل المسيح لقلوبنا. يعني إيه؟ يعني بالصلاة بنكتشف قرعات المسيح على القلب. فنبص نلقى الإنسان اللي بيصلي حتى لو كان في اغتراب عن المسيح وعن ملكوته، يشعر المسيح بيقرع على قلبه، بيقول أنا واقف على الباب وأقرع. في رؤية 23 سمع أحد صوتي وفتح الباب، أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. فبالصلاة بنكتشف هذه القرعات، وان الانسان فعلا بيتحرك ويفتح للمسيح من خلال الصلاة. انا قلت قبل كده الحتة دي لكن احب اقولها تاني. انا لما كنت شاب صغير سني 12 سنة كده، كنت بروح جمعية اصدقائي كده المقدس، اروح عشان العب طاولة شطرنج بينج بونج. بعد بصيت لقيت ان في ناس كده يجوا في وقت معين، كان كل يوم 3 الساعة مثلا 7 بالليل، يخشوا اوضة يقفلوا عليهم. وتقوم بيعملوا ايه دول؟ قالوا بيصلوا. فاستغربت، بيصلوا ايه؟ قالوا بيصلوا بالأجبية. فقلت في مرة طب ممكن اخش؟ قالوا ممكن، هو يكون هم كلهم ناس كبار بس انت عايز تخش اخش. دخلت. الحقيقة من ساعة ما دخلت اول مرة على طول ما سبتش اجتماع بعد كده. ففعلا وانا موجود جوه في الاجتماع، صحيح كان في كلمات مش فاهم معناها، لكن فعلا الصلاة هي زي ما قلت الأول مدخلنا إلى قلب المسيح ومدخل المسيح إلى قلوبنا. فابتدى انفتح قلبي في هذا الوقت إلى أن أعرف يعني إيه يكون لي علاقة بالمسيح. لأن لو عرفنا الصلاة، الصلاة هي نداء إلهي واستجابة بشرية. ربنا بيقول كده، بسطت يدي طول النهار إلى شعب معاند ومقاوم. ربنا يعني عايز يتكلم معانا. عشان كده لما أخطأ آدم وربنا ابتدى ينادى عليه، وآدم كان مستخبي، قال له آدم آدم يعني أين أنت؟ فأنا عشان كده ربنا في سفر الأمثال صح التامل يقول لك إلى ذاتي مع بني آدم. يعني ربنا، وبالترجمة الكاثوليكية نعيمي مع بني البشر. ربنا عايز يتكلم مع، مشتاق إن هو يتكلم معانا. عشان كده يا جماعة، أول حاجة مش ممكن إنسان هينفتح قلبه للمسيح إلا من خلال الصلاة. أول حاجة. الحاجة التانية، من خلال الصلاة بتتقابل مشيئتنا مع مشيئة الله. الله يريد أن الكل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أنا بكتشف أن أنا فعلا بحقق مشيئة ربنا لما بدخل المخدع وبشوف فعلا أن المسيح بيغيرني، لانه معناه ان هو يعني مشيئه الله. في ايه ثانيه لك، لان اراده الله هي ايه؟ قداستكم، ان تمتنعوا عن الزنا الى اخره. فلما بكون في محضر الله بكتشف مشيئه الله، وان فعلا الله قدوس. وزي ما اشعيا النبي، اشعيا النبي لما يعني شاف السيد جالس على كرسي عالي وازياله تملا كل هيكل في اشعيا 6،
فابتدى يشعر بخطيته وقال ويل لي اني هلكت لاني انسان نجس الشفتين ووسط وساكن في وسط شعب نجس الشفتين. لغايه لما جاء واحد من السرافيم وجاب يعني جمره من على المذبح وطهر بها شفتيه. فقال له انت انتزع ايه؟ اسمك وكفر عن خطيتك. او ده اللي بيحصل في الصلاه بالظبط. تتقابل مشيئتنا مع مشيئه الله، فالانسان فعلا يبتدي يعني يتمتع بخلاص المسيح ويبتدي حياته بقى تتغير وتتجدد، ويبتدي يعني الحتة النقطة الثالثة اللي بعد كده ان يبتدي يعيش المعمودية بتاعته دي برضو، لان المعمودية هي موت مع المسيح وقيامة مع المسيح. طب المسيح مات ليه؟ مات عن الخطية. يعني مات عن خطايانا، فانا بموت بقوة موت المسيح عن خطاياي. ده ما يتحققش الا في الصلاة، لانه في الصلاه بتنكشف ليا قبح الخطيه وجرم الخطيه. زي اشعياء النبي قلنا من شويه قال ويل لي لاني هلكت لاني نسيت نجس الشفتين. انا في محضر الله بكتشف ان انا خاطي وان انا ضعيف وان انا محتاج الى تطهير والى اغتسال. فانا من خلال الصلاه بموت مع المسيح او بتمتع بشركه موت المسيح وايضا بشركه ايه؟ قيامته لحياه جديده. الحاجة الرابعة الصلاة، ان انا بقتني حياة التوبة. الانسان المخدوع من الشياطين يفتكر ان ممكن يكون في توبة من غير صلاة. لا يمكن ان تكون توبة، هناك توبة من غير صلاة. الانسان التايب الحقيقي لا يستطيع ان يعترف بكل خطية صغيرة وكبيرة الا في محضر الله. عشان كده يبقى قلنا كمان ان صلح يعني ما هو الانسان بيتوب في الصلاه، يعني هو هيتوب ازاي من غير الصلاه؟ من غير الصلاه ما ينفعش. ما ينفعش. عشان كده بقول لك لا توجد توبه حقيقيه بدون صلاه وقرع القلب وندم حقيقي. ده مش ممكن يحصل الا في الصلاه زي ما بتقول. طبعا. برضه عشان بسرعه، بالصلاه نقتني الاذان الروحيه. يعني ايه؟ يعني الانسان يبتدي يتعلم ازاي، لان الصلاه عباره عن شركه، ربنا بيكلمني وانا بكلمه. فابتدي في الصلاه ابتدي اسمع صوت ربنا ويبقى عندي اذان ايه؟ صاغيه. اذان روحيه او اذن روحيه. يقول كده اظن الرب ايه؟ فتح لي اذنا لاسمع كالمتعلمين. فربنا يفتح اذاني اقدر فعلا وانا واقف اصلي يعني ابي اجاوب على اسئله كتير جوايا. الحاجة اللي بعد كده ونقدر نقول يا ابونا ان يعني دي يعني صلاة وقراية الكتاب المقدس مع بعض يعني اللي الخلوة بقى. هنيجي لها دي في وقت تاني، بس يعني انا بقول كده مقدمة عامة عن اهمية الصلاة. لكن هنتكلم عن كل نقطة بعد كده بالتفصيل. ماشي. الحقيقة بالصلاة بنكتشف اللؤلؤة الكثيرة الثمن اللي هو ايه؟ المسيح نفسه او الملكوت الابدية. المسيح هو الملكوت. لأن هو دي موجودة في الأمثال الملكوت في متى 13:45. وكان المسيح بيتكلم عن يجمع ملكوت السماوات. أيوة، إنسان تاجر يطلب إيه؟ لآلئ حسنة. فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. ففي الصلاة الإنسان ممكن بقى إن هو يهون عليه كل غالي وثمين. فبعد ما كان ان هو واحد سرقه وواحد تعبه وواحد مضايقه وعايز بقى ان هو ياخد حقه، يلقاه في الصلاه نزل على فشوش. ليه؟ لانه بيشوف المسيح اغلى من كل شيء. عشان كده مش ممكن الحكايه دي تحصل الا في مخدع الصلاه. الحاجه اللي بعد كده مهمه جدا برضو قوي، بالصلاه ننال الروح القدس. في لوقا 11:13 يقول إذ كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكان بالحري الآب الذي في السماء يعطي الروح القدس للذين إيه؟ يسألون. بالصلاة. مش ممكن الروح القدس يعطى إلا بالصلاة. عشان كده المسيح لما كان بيقول للتلاميذ اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا، مش ممكن يكون الفرح كامل إلا عن طريق الروح القدس. فهو كان بيقول لهم اطلبوا الروح القدس. الحقيقه موضوع الـ عايز اقول الامتلاء بالروح القدس او اقتناء الروح القدس، ده احد الاباء الروس ناسي اسمه دلوقتي قال ان غايه الايمان المسيحي هو اقتناء الروح القدس. غايه الايمان المسيحي ان انا اخذ الروح القدس. عشان كده القديس الانبا تونس يقول ايه؟ ذلك الروح الناري الذي قبلته انا اقبلوه انتم ايضا. ارفعوا افكاركم
إلى السماء في الليل والنهار واطلبوا باستقامة هذا الروح الناري وحينئذ يعطى لكم بالصلاة. عشان كده مهم قوي إن أنا أصلي وأعرف إني أنا لما هطلب الروح القدس في الصلاة إن أنا هاخد الروح القدس. الحاجة اللي بعد كده، الصلاة شفاء للنفس والجسد. عشان كده لما يكون واحد مثلا تعبان ويقول لك أنا مش هقدر أقف أصلي، طب ما الصلاة تشفي. يعني الشفاء للنفس كمان، يعني الواحد مثلا لو متغاظ بتضايق من حد، عنده كراهية، عنده حسد، عنده غيرة، عنده الحاجات دي كلها، ما يشفاش إلا الصلاة. شفاء للنفس والجسد. عشان كده يقول يعقوب الرسول إذا كان أحد مريض لديكم فليدعو خصوص الكنيسة ويصلوا عليه ويدنوه بالزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض. فإذا الصلاة بتشفي. فأنا لما أكون تعبان وأقول أنا مش هقدر إن أنا أقف أو أقدر إن أنا أصلي، مش هقدر إن أنا أسهر، يبقى أنا مش عارف قوة الصلاة. لو أعرف قوة الصلاة يبقى هقدر إن أنا أصلي، والمرض والتعب مش هيخليني إلا إذا كانت حاجة بقى يعني فوق. يعني إنسان مريض في السرير ما صعب لكن واحد هو التعب والكسل ده بيبقى ده الشيطان الكسل اللي بنقول عليه ده. الحاجة اللي بعد كده دي نمرة 9 على فكرة، بس أنا بقول بسرعة عشان خاطر الناس بس يعني تجهز نفسها، ونتكلم الحاجات دي بالتفصيل بعد كده. الصلاة رفيق الضيق والألم والاضطهاد والتجارب، وبدون الصلاة لا يستطيع الإنسان إن هو يخرج من أي ضيق أو اضطهاد أو ألم. عشان كده الصلاة في آتون النار تخلينا نحن نشوف المسيح وهو يعني بيرفعنا وبيطفئ لهيب النار. عشان كده أي إنسان مجرب، أي إنسان متضايق، أي إنسان تعبان بيصرخ لما أكون تعبان أروح لمين غيرك. يا الحقيقة بعد كده بالصلاة نهزم كل القوات المضادة والشريرة. سلاح الصلاة، هذا الجنس فعلا لا يخرج إلا بالصلاة والصوم. فعشان كده يقول الآباء القديسين إن الإنسان اللي بيصلي بتبقى حواليه هالة روحية، الشيطان يجي ناحيتها ويطلع يجري ما يقدرش. عشان كده نبص نلقى إن فعلا في مهابة لرجال الله الأتقياء اللي بيصلوا ليل ونهار. فعلشان كده حقيقة يعني أنا بقول الحتة دي مهمة قوي، لأن في ناس بتحارب يقول لك الشيطان ومش قادر على الشيطان والشيطان بيعمل فيا. طب ما تصلي. هصلي، لأن ما فيش نصرة على الشيطان إلا عن طريق الإيه؟ الصلاة. آخر حاجة بقى اللي هي بالصلاة يكمل اتحادنا بشخص المسيح. بنتحد بالمسيح في الصلاة، يعني بنتغير صورتنا وتبقى على صورة مجده، وفعلا بنثبت فيه وهو يثبت فينا. وانا بقول طيب ما احنا سر الإفخارستية من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه وانا فيه. لكن عايز اقول حاجة، اللي بناخده في الإصرار بالنعمة بنحصد ثماره لما بنقف نصلي. ويعني عايز اقول كمان، لان الصلاة ما هياش بس وقفات، لكن هي حياة. حياة الصلاة الحقيقة دي برضو موضوع مهم، لكن أنا قلت على 11 نقطة دلوقتي، لكن هنتكلم عنهم بالتفصيل إن شاء الله في حلقات جاية. لكن ده كله علشان خاطر إن إحنا إن ما كناش بنصلي نبتدي إن إحنا نتعرف على أهمية الصلاة، ويبتدي الصلاة تتحط في الإسكادول اليومي في حياتنا. بنصلي كذا وكذا وكذا لغايه لما نتعلم بقى ازاي نصلي واحنا ماشيين في السكه، نصلي واحنا في العربيه، نصلي في اي مكان وفي اي وقت، حتى واحنا نايمين بالليل ممكن نصلي. ودي هنتكلم فيها برضو في وقتها ان شاء الله. تمام يا ابونا. الحقيقه يعني في مواضيع كتيره قوي في الصلاه عايزين نبقى نتكلم عنها، يعني الناس اللي بتصلي وتسرح، الناس اللي بتبقى زهقانه ما بتصلي، الناس اللي بتصلي أبانا الذي بس وهل دي كفاية. يعني في مواضيع كتير أو التغصب في الصلاة، يعني الأباء بيعرفونا بمبدأ التغصب، يعني مزبوط. حتى لو مش قادر أصلي لازم أقف وأصلي. في معوقات للصلاة كتير هنتكلم عنها إن شاء الله. فكل ده يعني إحنا يدوبك بنبتدي النهاردة، لكن إن شاء الله هنتكلم بالتفصيل في مواضيع كتيرة. ومدام إحنا هنصلي ونرنم، نرنم بقى ونترنم. ترنيمة جميلة قوي وكلكم حافظينها وكلكم بتحبوها، زيدوا المسيح تسبيح.
عيش وفرح السماء افرح افرح يلبس ابليس لبس أفكر أحبائي المشاهدين إن التليفون على الشاشة، اللي يحب يعني أي طلبة صلاة من أجل أي مشكلة، مرض، يعني حياة روحية ضعيفة، احتياج، أي شيء، يعني البرنامج ده علشان كده. اللي عايز ترنيمة ممكن يكلمنا، زي ما بقول لو نقدر نقولها النهاردة هنقولها، لو ما قدرناش هنقولها في الحلقات اللي جاية إن شاء الله. قدس أبونا، يعني قدس اتكلمتنا عن الصلاة، أعتقد أن التسبيح جزء من الصلاة طبعا، بس بنرنمه يعني، وخصوصا التسبيح بالروح، مش أي تسبيح، تسبيح بالروح. عايزة قدسك تكلمنا عن التسبيح، وبعدين يعني التسبيح عموما، وبعدين في انواع كتير من التسبيح هنتكلم عنها، يعني تفضل قدسك. حاضر. في ايه في افسس 5:19، ايوه، بولس الرسول بيقول: مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح واغاني روحيه، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. يعني ايه مكلمين بعضكم بعضا؟ يعني زي نكلم بعضينا بعض بمزامير وتسابيح واغاني روحيه. هو يعني بعض المفسرين بيقولوا ده النظام الخورس، بيربعوا يربعوا، فعشان كده يعني زي مثلا نقول مثلا ايه: يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا. الخلاص التاني يقول لك: فرق أعداء الكنيسة وحصنها، فلا تتزعزع إلى الأبد. فده اللي هو مكلمين بعضكم بعضا. يعني هي التسبيحة اللي بيعملوها طول الليل في الكنيسة ما عبارة عن كده، يعني هي طول الليل الخورس بيرابع يعني. فده اللي هو مكلمين بعضكم بعضا بمزامير. الأول زي ما قال هنا المزامير، يعني ايه؟ يعني مزمار هنا ومزمور يقولوه ناس هنا. نعم، اسمح لي ناخد مكالمة عشان من أبو ظبي معنا. أسامة من أبو ظبي، أهلا بيك يا أسامة، تفضل. اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا بيكم. انا سعيد جدا بالبرنامج، وبشكركم جدا ان انتوا اتحتوا الفرصه ان انتوا تاخدوا طلبات صلاه. الحقيقه انا عندي مشكله هنا، هو بقالي اكتر من شهر بعاني في الشغل، زي ما يكون ربنا بيضغط عليا علشان اجري واقف قدامه واصلي، وانا بعمل كده فعلا، بس ما زالت المشكله لسه قائمه يعني. فبتمنى ان انتوا تصلوا معايا، وربنا يتمجد، المشكله تتحل يعني. حاضر يا اسامه، ابونا هيكلمك، اتفضل يا ابونا. اسامه، شوف، ربنا ليه وقت، بس هو هيستجيب الصلاه. يعني استجابه ربنا للصلاه ساعات بتتاخر شويه، لكن ربنا هيحل المشكلة، واخد بالك؟ بس انت فعلا يعني لو شعر ان ربنا عايزك تصرخ، صرخ. ربنا يحبنا قوي واحنا بنصرخ، يعني عايز ان هو ينصفنا. بس
يقول تقول الايه ايه؟ افلا ينصف الله مختاريه الصارخين اليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم. فانا هصلي لك ان شاء الله ربنا يحل لك المشكله، لكن خليك في الصلاه وخليك في الصراخ وخليك اصبر لغايه لما ربنا يحل المشكله. بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. يا رب يسوع المسيح بنضع يا رب ابنك اسامه امام عرش النعمه علشان يا رب تتدخل يا رب انت في مشكلته يا رب يسوع المسيح مهما كانت، فانت يا رب بيدك كل شيء يا رب، وليس يستطيع احد ان يقف امامك يا رب يسوع المسيح. واثقين يا رب انك سامع ومستجيب للصلاه من اجله. نشكرك نشكرك لك الكرامه والمجد من الان والى الابد امين. امين يا رب. تمام يا اسامه، واحنا هنوعدك ان كلنا هنصلي معاك، لان برضو لما الصلوات بيبقى كلنا يعني بنطلب مع بعض برضو ربنا. والمشاهدين يشتركوا معنا كمان في الصلاه لاي حاجه. كل المشاهدين طبعا، ما هو ده فايده البرنامج ان احنا والمشاهدين كلنا هنصلي مع بعض. ربنا معاك يا اسامه. اتفضل. الحقيقه الفتره اللي فاتت انا مريت يمكن بظروف صعبه شويه، وربنا حل الظروف ديت، بس يعني كانت واحده واحده كده، كانت يعني ما بتجيش بسرعه، كانت كل مشكله بتتحل بعد شويه انتظار كتير. معلش زي ما ابونا قال لك ربنا له وقت للاستجابه يا اسامه. ربنا معك يا اسامه. ربنا يتمجد. ميرسي جدا، وانا بحييكم على البرنامج. الله يبارك فيك. اشكرك. مع السلامه. فالمزامير دي أول حاجة. عندنا 151 مزمور، و 150 مزمور موجودين في الكتاب المقدس، لكن المزمور 151 يعني ما هوش موجود لأنه يعني اتشال من المزامير، لكن الكيسة بترنمه في يوم ليلة أبو غلامسيس. مزامير مهمة جدا، لأن الحقيقة لما نتكلم عن اي تسابيح اخرى مش موجوده في الكتاب المقدس ما بتكونش زي الصلوات اللي موجوده في الكتاب المقدس. علشان كده المزامير مهم ان هنصلي بيها، لانها يعني بالهام الروح القدس، بالهام الروح القدس. علشان كده نبص نلقى ان المزامير بتغطي كل احتياجات الانسان. لما تيجي تصلي اي لو انت خايف هتبص لأن في مزامير كتير بترفعك من الخوف. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب ناصر حياتي ممن أرتعب. يسقط عن إيه؟ يمينك ولوف عن يسارك، وعليك لا يقترب الشر بل بعينيك مجازات الخطاة تبصر. يعني شوف ربنا إزاي بيجازي الخطاة. المزامير مهمة جدا جدا، عشان كده الناس اللي ما بصليش بالمزامير بتبقى برضو يعني حالتها الروحية ضعيفة، لأنه ربنا ادانا وسائل للصلاة وقال لك أنا ده كلامي أنا صلي لي بيه. يعني في صلوات كتيرة طبعا في الكتاب المقدس اللي هي نقول بقى على إيه؟ التسابيح. والتسابيح دي بتبقى تسابيح موجودة في الكتاب المقدس برضو، معظمها موجود في الكتاب المقدس، وممكن في تسابيح تانية برضو عاملينها آباء قديسين إلى آخره. لكن التسبحة اللي في الكنيسة تسبحة نصف الليل دي معروف إنها أربع هوسات، ولكل هوس يا إما صلاة موجودة في الكتاب المقدس أو مزمور من المزامير. طبعا هنتكلم الحاجات دي بتفصيل في وقتها، لكن المهم إن الإنسان زي ما قلت كده الصلاة بالمزامير أو الصلاة القلبية ما كانتش صلاة من قلب يعني فعلا بتركز. يعني حتى في حاجة اسمها عند الآباء يقول لك صلب العقل، الإنسان يصلب عقله وفكره في شخص المسيح وهو بيصلي، يعني يبعد عنه. عشان كده يقول لك إيه لما تيجي تصلي اعمل إيه؟ اغلق بابك. اغلق بابك ليه؟ يعني كل باب الباب ابواب الحواس المهم، يعني مفيش بقى تليفون بيضرب، مفيش مش عارف ايه، مفيش واحد هيكلمني، مفيش حاجه مشغول بيها الى اخره. عشان كده المهم التسابيح دي ممكن تكون حاجه زي كده. واحنا التسبحه بتاع الكنيسه دي من اعظم التسبحه فيها، وفي كمان حاجه غير الاربع هوسات في سبع تزكيات، لكن هنتكلم على الحاجات دي بالتفصيل في وقتها. طيب تسمح لي اخد بعض المكالمات. معانا ملاك، اهلا بيك يا ملاك. ملاك الو،
اتفضل يا ملاك، اهلا بيك. سلام. سلام يا ملاك، اتفضل. سلام يا استاذ ابونا. سلام يا ملاك، اهلا بيك يا حبيبي. انا عندي مشكله صغيره بس يا ابويا، انا بقالي سنتين هنا في امريكا بعيد عن عيالي. والورق بيتعطل بتاعي عشان ابقى مع عيالي. ومش عارف اخد يعني موقف ان انا اكلم هنا ولا ارجع لعيالي، ومش عارف ربنا بيرشدني لايه. الورق عمال يتاخر تاخير مش طبيعي، ومش عارف اوصل ولا عارف اقف اصلي عشان اعرف مشيئه ربنا. يعني يا ملاك انت عايز تحقق مشيئه ربنا؟ انا نفسي احقق مشيئه ربنا. طب احنا قلنا لسه من شويه ان هنا او هناك انا مش فارق معايا، بس اعرف مشيئه ربنا. مشيئه ربنا بتتحقق ازاي؟ احنا قلنا دلوقتي في الصلاة تتلاقى مشيئتنا مع مشيئة الله، وقلنا الصلاة بتخلي الانسان عنده اذن روحية يقدر يستقبل صوت ربنا وربنا عايز يقول لك ايه. يعني انا من هنا وانا قاعد انا ما اقدرش اقول لك ان ربنا عايزك تقعد او تمشي، لكن اقدر اصلي لك ان ربنا ممكن يرشدك الى انك انت يوصل لك صوت ربنا علشان تقدر تقرر. بس من غير ما تصلي معايا ما ينفعش، يعني لازم تصلي ولازم ربنا فعلا تصرخ اليه زي ما قلنا شويه، الصلاه بصراخ. يعني انسان بالظبط بيغرق ده يعمل ايه؟ تفتكر بيعمل الانسان اللي بيغرق؟ بيصرخ بكل اعلى صوته يا جماعه، يعني النجده، ولا بيقول اي، يعني بيصرخ من كل قوته علشان خاطر انه غرقان. برضه الانسان اللي بيصلي ما كانش يعرف او ما كانش بيحاسس بالمشكله اللي هو فيها مهما كانت المشكلة أو مهما كانت الخطية، بتكلم عموما يعني. فأنت أصرخ لربنا وربنا هيستجيب، وخلي باستمرار أنت يعني أذنك مفتوحة على الإنجيل، يعني اقرأ الإنجيل، مش تفتح الإنجيل كده وتقرأها، لا ابتدي مثلا اقرأ إنجيل يوحنا، قول له يا رب أنا هقرأ كلمتك، بس كلمتك برضو ممكن إن هي ترشدني على الطريق اللي أنا أعمله. هنصلي من اجلك ملاك، ناخد الصلاه مع بعض. طب هنخليك معانا في الحلقه وهنصلي للكل مع بعض في الاخر، بس هنصلي لكل اسم واحتياجه، عشان كده خليك معانا. وان شاء الله ربنا يعني يعمل لك علامه مميزه كده، او يعني حاجه تعرف بيها انت تقعد ولا تروح لاولادك او يجيب اولادك. ربنا معاك يا ملاك، وان شاء الله صلوات القديسين. حاضر. ام فادي من السويد، اهلا ام فادي. مرحبا، اهلا بيك حبيبتي. اريد احكي مع ابونا. ابونا سامعك، تفضلي. تفضلي، اهلا بيك. اسنك ابونا اقبل الايادي. اهلا بيك يا بنتي. الله يخليك ابونا، اردت اخذ بركه وحسيت الله كلمني هسه انه بصلاتكم انتم القديسين، انت والقديسين الكل الاقباط اللي مصر، بصلاتكم الله ساكت على الدنيا، الله مهدئه بصلاتك انت وابونا مكاري وداود لمعي وابونا زكريا وبابا شنوده. انا احس هذا الشيء انه بصلواتكم الله ساتر وساكت على الدنيا، والا كان زمان خربت. شكرك حبيبتي، شكرك. وابونا صلي لي حتى اتقوى بالايمان، انا ما اريد كل شيء، اريد بس ملكوت الله لي ولولادي ولاهلي، وان اتعلم الصلاه اكثر، لان ابونا من اصلي انا احس اصلي يعني مثل ما تقول اغلق بابك، اغلق الحاسات الجسديه وافكاري، بس اكيد الابليس يتعبني من اصلي، بس صلي لي انه اتعلم الصلاه، واحب اتعلم عشان اصلي، لانه ما اريد بس اصلي للجسديات يا رب يعطيني فلان، لانه الله كان عطاني زايد عن ما اريد انا، بس اريد ملكوت الله وبره كثير، اريد اصلي ان اتقرب الى الله اكثر. ابونا احبت اخذ بركه منك، صدقني واقبل اياديك وايادي بابا شنوده، وشكرا كثير على البرنامج اللي تقدمه ابونا. اوكي، اشكرك يا ام فادي. ام فادي ابونا هيشكرك. هنصلي لك. حاضر. امين. اصلي لي انه اتقوى بصلاتي اكثر. انا اصلي ان لا الايام تاخذني ومشاكل الدنيا والشغالات تاخذني من صلاتي، لانه انا احس اتعب من اهتم كثير بالشغل وباولادي، احب ان اتقرب الى الله اكثر وام الله
أم النور مريم العذراء القديسة. أبونا أقبل أياديك وأيادي بابا شنودة. ربنا يباركك يا أم فادي، وإحنا حنصلي لك عشان ربنا يقوي إيمانك ويدي لك كمان عمق في الشركة معاه في الصلاة. أمين. أشكرك يا أم فادي. معنا بنت الرب، أهلا بيك يا بنت الرب. أهلا، تشوني ميري، ممكن أكلم أبونا؟ تفضلي يا حبيبتي، أبونا سامعك. تفضلي يا بنت الرب، أهلا بيك. أهلا بيك يا أبونا. أنا عايزة منك صلوة خاصة لابني ولمراته لو سمحت. ابنك ومراته الاثنين بعاد عن ربنا قوي. حاضر. وما فيش حاجة وجع قلبي ومضايقاني، يعني ما بفكرش إلا إزاي أوصلهم إنه يبقوا في علاقة مع ربنا. الاثنين بعاد قوي يا أبونا، أنا أسفة إنه لما بفتكر الموضوع ده ببكي من روحي، يعني مجرد حتى ساعات أديله صليب يعلقه في البيت مش راضيين. فأنا تعبانة وعايزاهم عندهم ولد بيبي، وعايزاهم يكونوا الأب والأم قدوة انهم يتقربوا لربنا. وصدقني يا ابونا ما فيش حاجه في حياتي بفكر فيها وبتمناها الا ان انا اشوفهم قريبين لربنا، كأن الشيطان واقف قدامهم مش مخلي حد يعني يعرف يكلمهم في الموضوع ده. لو تحبي تسيبي اساميهم في الكنترول عشان ناخدها ونحطها على المذبح ونصلي لهم باستمرار، لو مش عايزه تقوليها على الهواء. اريد كثر خيرك، حسيبهم. طيب. حسيب الاسم. طيب. وانا بشكرك من لا العفو. العفو يا بنتي، ربنا معك. مع السلامه، ربنا معك. معنا دكتور احمد، اهلا بك يا دكتور احمد. هلو، اهلا وسهلا، تفضل. اهلا بيكي هانم، اخي السوسانستي. الي سوسانستي، تحياتي لحضرتك ومساء الخير ابونا. اهلا شوي. اهلا دكتور احمد، اهلا بيك. اهلا يا فندم، وتحياتي لهانم المرنمه وللاستاذ عادل. عادل، اهلا بيك. الحقيقة أنا كان يعني كنت عايز أتكلم في كيف الترنيمة، بس خايف أنا أضيع وقت البرنامج، ممكن يكون برنامج للصلاة بس. يعني اتفضل يا دكتور، اتفضل. أنا يعني آسف لو يعني عطلتكم يعني حاجة بسيطة عن الهدف بتاع البرنامج. اتفضل. الحقيقة طبعا أنا عاشق للألحان القبطية، ويعني عايز أقول وجهة نظر فنية الحقيقة. يعني اولا حضرتك الـ 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 الفن يعني مساله الميكسولوجي والريميكس، المساله دي جزء اصيل من الفن اللي هي معروفه بكده، يعني اللي هي الامتزاج الفني. الامتزاج الفني حضرتك ده الاساس بتاع الريميكس والميكسولوجي، ما يعرض في العالم كله حاجه ساذجه الحقيقه. الامتزاج الفني فيه اربع انواع من الامتزاج الفني: ان انا استضيف عمل فني لعمل فني اخر بهدف اظهار العمل الفني الاول. في اربع انواع. زي ايه مثلا حضرتك استضافه عمل فني؟ زي لما اجي استضيف المزيكا للتسبيح، الهدف هنا ان انا اظهر التسبيح. تمام، هو اساس العمل كده. وفي حضرتك نوع تاني استلهام عمل فني لعمل فني آخر، وفي نوع ثالث استيعاب العمل الفني من أجل عمل فني تاني، استيعابه بقى. وفي مرحلة انصهار حضرتك بين نوعين من الفن، أنا عايز أعمل ميكسولوجي بينهم. الموضوع يعني معقد، بس أنا مش عارف أقول إيه لسه، بس أنا عايز الحقيقة يعني يمكن يفهمك أكتر الأستاذ عادل الإسكندر. لأنه فنان وعازف، يعني مش يعني عازف هواية، لا ده بروفيشنال. الحقيقة هذا الموضوع في غاية الأهمية. يمكن أنا اللي خلاني أتكلم إن أنا سمعت الترنيمة الأولى اللي هي أنا مش عارف اسمها إيه، اللي هي أخريستوس أنستي. أيوه. أنا هنا بحس أساسا إن هنا العمل الفني، المزيكا هي مستلهمة روح التسبيح، وهنا الإضافة يعني هي الأصل، والإضافة هنا في الأداء. غير الترنيمة الثانية زيدوا المسيح تسبيح، هنا الأساس عندي نفس النص دهوت، والمزيكا تمت استضافتها.
يعني انا عايز اقول لحضرتك ان زي مثلا اما اجي انا اشوف انا المزيكا السيمفونيه التاسعه بتاعت بيتهوفن. بيتهوفن عمت في اخر السيمفونيه الشعر بتاع شيلر، ودي حاجه من الحاجات الابداعيه بشكل غير عادي. فهنا ده فن ميكسولوجي. هنا هو دكتور احمد، حضرتك دارس في كل حاجه وبتفهم في كل أنا حاجه. انا اكثر حاجه مهتم بيها الموضوع ده على فكره حضرتك. يمكن انا اكثر هوايه عندي هي الفن. مش الشعر يعني الحقيقه فقط، لا. فانا ببص حضرتك الاقي من عبقريه الحقيقه، يعني عندي الفيلسوف كانت اعتبر ان المزيكا مجرد متعه حسيه. الحقيقه الكلام ده لصالح الاستاذ عادل، يعني اعتبر المزيكا هي مجرد متعة حسية، وهي ممكن تكون كده. هيجل اعتبر ان الجماليات في اللغة، الفيلسوف هيجل، هي في الشعر. اعتبر الشعر الدرامي بالذات، مش اي شعر، هو الفن الام، وتتفرع منه الاشعار، الشعر الملحمي اللي هو الشعر الاوبجكتيف الموضوعي، والشعر الغنائي اللي هو الذاتي. ولذلك النزعة دايما القديمة ان انا بشوف اي نص، اي عمل فني غير لغوي، سواء فن تشكيلي، رسم، مزيكا، رقص، دايما انا اقول ده يطلع ايه. ولذلك يخطئ الناس بقى، في ناس بتعمل ترنيمات هي اغاني مش ترنيمات. هنا عبقريه اللحن القط. الحقيقه اللحن القط حضرتك هو اولا المزيكا بتاعته. طبعا هنا بقى احنا بننظر بقى للمزيكا مش بهذا الرأي، إن المزيكا نفسها هي تؤدي عمل. المزيكا هي يعني ممكن أنا أسمع المزيكا بتاعت اللحن القبطي دي تسبيح، التسبيح بالمزيكا ده من ضمن يعني ممكن اللحن الأولاني لما أنا أسمعه أنا أسمع إلى نوع من أنواع التسبيح بالمزيكا. ولذلك حضرتك الموسيقار شوبان نقل الباليتا بتاعت الالوان للمزيكا بتاعته. يعني السلم الموسيقي هو سلم ملون. لما استمع الى شوبان انا ممكن احس بالالوان. على فكره عبقريه اللحن القبطي انه المزيكا بتاعته هي تستلهم الاشعار الدراميه. هي اخريستوس انستي، اليسوس انستي، نفس الكلمتين دول ده تعبير درامي عالي جدا جدا. لما الاقي انا المزيكا بتاعت اللحن ده القبطي نفسه الاقي المزيكا هي بتقول لي كده. فاذا انا مش قاعد حضرتك، وهنا الحقيقه جمال معظم الترنيمات اللي بتعرض على قناتكم، ان انا مش جايب كلمات. الفرق بين الترنيمه والمزيكا هي في السر بتاع الميكسولوجي. أنا مش بألف كلام شكله ديني وأجي ألحنه، لا أنا ما بعملش كده. لا أنا بعمل عملية ريميكس بكل أنواع. اللحن القبطي يشكل أعلى درجات الميكسولوجي، أنه لحن انصهر فيه إنه علم الفن، انصهر فيه التسبيح، ونفس المزيكا لوحدها هي تسبيح. يعني ممكن أسمع اللحن القبطي من غير انا ما اسمع الكلام. انا شخصيا ما بيفرقش معايا. ولذلك حضرتك الناس دايما يتصوروا ليه انا ممكن اسمع لحن قبطي وفي كلام باللغه القبطيه وما بقاش فاهمها، واحس ان انا عايش في يعني في سماء في طالع السماء فوق طاير. لهذا السبب الكلام ده ليه اساس علمي الحقيقه. وانا الحقيقه مش عايز يعني اعطلكم كتير. تمام يا دكتور احمد، ده درس في الموسيقى الحقيقه، بس عايز ناس بتفهم بقى اللي حضرتك بتقوله. انا بشكرك يا دكتور احمد، ونسمع منك في حلقات جايه ان شاء الله. معانا بنت الرب. الو، صباح الخير. اهلا بيك يا بنت الرب. انا ببص الايادي، لا صوتك علي، صوتك شويه لو سمحتي. بقبل ايادي، ابونا. اهلا وسهلا بك يا بنتي. شكرا.
سعيدتي قلت ابونا وتصوني ميري. اهلا بيك يا ماما. انا ليا رجاء سلام مخصوصا لبنتي كل ما اجي لها عريس ما بتفتحش. مش سامعينك يا ماما. صلاه لمين؟ لبنتي اسمها مارينا. بنتي. كل ما يجي لها عريس ما بتقدرش حتى تقابله ولا تديله فرصه. ومش عايزه تتجوز فمحتاجه صلاه كثيره ان ربنا يبعث لها الحد المناسب وربنا يبعث لها النصيب الصالح. حاضر حاضر يا بنت الرب. حاضر حاضر عشان تبقى قلقان عليها قوي 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 هنا يعني. لا حاضر, حاضر ان شاء الله كده بنت ربنا ان شاء الله يبعث سنية. المناسب معانا سنية. اهلا بيكي سنية. ايوه اهلا بيك حبيبتي اتفضلي. كل سنه وانتم طيبين واهنيكم على البرنامج الجميل الجديد ده. الله يخليك الله يبارك فيك. وقبل الايادي يا ابونا. اهلا بيك يا مدام سنية. اهلا بيك. و الصلاة خاصة جدا. أيوة. من أجل مريم السودانية. مريم. وجميع المضطهدين المضطهدين. صلاة خاصة. حاضر. حاضر. صلاة من أجل المرضى والعاطلين عن العمل. وصلاة حارة من يعني بالدموع من أجل أولادنا اللي تاهوا واللي ضاعوا في يعني في البلد دي وبعدوا عن المسيح. يعني انا بتفق مع المدام اللي طلبت قبل كده. يعني دي اكتر حاجة محزنة قلوبنا. يعني خلتنا ندمنا كتير عن يعني قرارات. يعني مش عارفة هل كان مشيئة الرب او مش مشي يعني مش مشيئته. بس نطلب من الرب اللي قال أيوة. اطلب الضال واسترد المسلوب المسلوب. يا فصلوا صلاه حره من من حاضر يا مدام سنيه جميعا. حاضر يا مدام سنيه والف الف شكر يا ابونا. لا العفو يا مدام. ربنا معك. فيبي فيفي فيفي اهلا بيك يا فيفي. اهلا بك يا ميري. اهلا بوتسك يا بونا والجمال الجمال والبرنامج الجميل جدا. كنا مستنيين برامج متنوعه زي البرامج الجميله دي. بس يا ريت تعملوه مرتين في الشهر مش مره يعني. عشان اولا الترانيم والتسابيح دي احنا هنتكلم فوق ايه لو ربنا يعني ارادنا ان نبقى في السماء. هنتكلم مع بعض في ايه؟ ترانيم وتسابيح وصلاه. هو ده اللغه بتاعه السماء. وبعدين الصلاة ده بيننا وبين ربنا. يعني في صلوات للشكر وفي للتشفع وفي للمشيئة. لكن الترانيم والتسابيح دي اللي هنكلم بعضنا بعض بيها. فياريت الناس تعرف كده وتقول لا ده بيسبحوا بيقعدوا في الكنيسة بالنص ساعة يعملوا الألحان ويقعدوا مش عارفة القداس يطولوه. بالعكس دي كلها روحانية. لو مخنا بيشتغل في القداس مع اللي يعني مع القداس وكلمات القداس مش هيشطح بعيد يقول ده الوقت بيجري بسرعة. مش يقولوا لا ده بيعملوه في نص ساعة القداس المفروض مش في ساعتين. هو ده الصلاة. هو ده اللي هنصليه فوق لو ربنا يعني ان شاء الله باذن الله كلنا كده نبقى نصلي مع بعض. هيبقى هو ده التسبيح والترنيم ان شاء الله. عندي كلمات كتير للصلاه بس انا كتبت ال11 نقطه بالظبط بتاعك بتاع قدسك يا بونا اللي قلتهم وممكن اسمعهم يعني. لا فيش وقت في تليفونات كتيره فعلا يعني. طب كويس حاجه كويسه انك كتبتهم. لا سمعهم تشرح حاجه فيهم. فأنا بطلب صلوات للمرضى وفعلا في الناس اللي هم مسيحيين في المسيح برضو بس زاغوا عن الطريق. يعني هم أصلهم متعمدين ومسيحيين لكن أهواء العالم يعني. وشهواتهم ابتدوا يبصوا لحاجات تانية غريبة دخلت العالم. فإذا كان دول ماشيين مع المسيح وبيرنموا ويسبحوا شوفوا برنامج زي ده. بس يا ريت يبقى في دعايه اكتر من كده ان هم يشوفوا البرامج دي اللي تجذبهم لربنا. ماشي يا بونا عشان في مكالمات كتيره. وميرسي يا ميري البرنامج الجميل ده ونسمع صوتكم. ثانك يو حبيبتي. مع السلامه. معنا سميره من العراق اي ثينك. اهلا بيكي سميره اتفضلي يا ماما. نعم نقبل ايادي ابونا. اهلا اهلا مدام سميره. نقبل ايادي ابونا. اهلا بيك. احكي مع ابونا. يا ماما سامعك تفضلي بيكلمك. هو ابونا عندي زوجي عنده فشل ثانوي 3 سنوات. كم سنه؟ طب وطي التلفزيون خلي توضي. نعم. وطي التلفزيون واسمعينا بس من التليفون لو سمحتي عشان نسمعك يا سميره. نعم ابونا. ايوه 3 سنوات زوجي عنده فشل ثانوي.
أيوة. تعبان حيل تعبان، ونسوي غسل كل اسبوع مرتين بدي اسوي غسل كلى، تعبان اريد اصلي له. حاضر بخير يسوع المسيح ان شاء الله يشفى. هو اسمه ايه طيب؟ اسمه ايه؟ نعم عندي فقراتي خمس فقرات انزلاق عندي، والدكتور قال لي لازم عمليه واني ما اريد اسوي عمليه، يعني هو تعبان وانا تعبانه، بريد صلاه من اجلنا من اجل اولادي وبناتي. سميره تحبي تقولي اسم جوزك؟ نعم ساده باليوت. اسمه ايه؟ ساده باليوت. طيب سميرة يوسف. عني سميرة يوسف. سميرة يوسف. طيب ماشي ماشي سميرة. شكرا ابونا. لا العفو العفو ان شاء الله نصلي لكم يا بنتي. حاضر حاضر شكرا ابونا. لا العفو. في حد تاني؟ الصلاة من اجل عازر قرقس. حاضر طيب سبونا. ممكن نصلي من اجل الناس دول وطلبتهم عشان لما يجي مجموعه تانيه. طيب. يبقى طيب اتفضل يا ابونا. مجموعه كبيره. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا رب يسوع المسيح بنصلي يا رب من اجل انوش في هولندا، الغده الدرقيه عندها كانسر، عايزينك يا رب تلمسها وتشفيها سيدنا. بنصلي يا رب يسوع من أجل أسامة مشكلته في الشغل، علشان يا رب أنك أنت يا رب يسوع المسيح تتدخل وتحل كل مشاكله. نصلي من أجل ملاك يا رب في أوهايو، علشان يا رب يعني بعيد عن أولاده ولسه الورق بتاعه متعطل يا سيدنا. احنا عايزين يا رب أنك تعلن ليه إرادتك ومشيئتك وتحلله يا رب مشكلة الورق. بنصلي يا رب من أجل أم فادي في السويد اللي محتاجة يا رب انها تتقوى في الايمان، ومحتاجة كمان يا رب ان يبقى ليها عمق في الشركة مع شخصك، ودي يا رب طلبة حسب قلبك. بنصلي من اجل بنت الرب الحقيقة، بنصلي من اجل بنت الرب اللي طلبت من اجل ابنها ومراته علشان هم ابعاد عن شخصك المبارك، انك يا رب ترجعهم اليك وتديهم يا رب ان هم يعيشوا حياة مباركة امامك يا سيدنا. بنصلي يا رب من أجل بنت الرب اللي بنتها مارينا محتاجة يا رب إلى شريك في الحياة يكون من عندك ومن إيدك أنت يا رب يسوع المسيح. بنصلي يا رب كمان من أجل يا رب سنية اللي طلبت صلاة من أجل مريم السودانية وجميع المضطهدين، إنك أنت يا رب يسوع المسيح ترفع عنهم كل اضطهاد وكل ألم وكل ضيق. وبنصلي من أجل يا رب كمان افتكرت الفتيات يا رب اللي موجودين يا رب يسوع المسيح تحت الناس اللي اسمهم بوكو حرام، انك انت رب تحررهم يا رب يسوع من قبضة هؤلاء الظلمة والمعتدين يا سيدنا. بنصلي يا رب من أجل كل المرضى والعاطلين على العمل، ومن أجل أولادنا اللي تاهوا وضاعوا يا رب هنا في أمريكا وفي كندا وفي المهجر، إنك ترجعهم إلى شخصك يا سيدنا. يا رب إحنا بنصلي كمان من أجل مدام سميرة اللي من العراق، سميرة يوسف، من أجل زوجها اللي عنده فشل كلوي، إنك أنت يا رب تديله صحة من عندك، وهي كمان يا رب تشفيها وتشفي فقراتها الخمسة، وتلبس يا رب الزوج والزوجة بنعمتك. نشكرك لأنك سامع ومستجيب لصلواتنا، لك الكرامة والمجد من الآن والأبد. آمين آمين. طيب ناخد ترنيمة بقى كده. ناخد ترنيمة عشان نسمع. ناخد ترنيمة وهي اسمها ترنيم ترنيم ترنيم. طيب يسوع أعظم إله.
يسوع اللي في وسطينا الآن، عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن، بمجد أبيه وروح القدس. كنت قدسك بتكلمنا عن الفروقات بين التسبيح والترنيم والأغاني الروحية والأناشيد وحاجات كتير قوي. تفضل. مكتوب عن الله القدوس الجالس في وسط تسبيحات إسرائيل. إحنا في استوديو مش في كنيسة، لكن بنسبح ونرنم موجود. ادخلوا إلى حضرته بترنم. الحقيقة الآية اللي موجودة في أفسس 5:19، في ناس كتير يقول لك إيه الأغاني الروحية وإيه الفرق بين الترانيم والترتيل. فنقول الآية تاني، أفسس 5:19: مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. خلينا نمسك حاجة حقيقة. كلمنا عن المزامير، وحيجي في وقت في البرنامج يعني نتأمل في مزامير كتيرة إن شاء الله. لكن قلنا التسابيح دي نمرة واحد، التسبحة اللي موجودة في الكنيسة اللي هي التسبحة نصف الليل، وإحنا بنقول قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. ده لحن تنسينه، ده لو يسمعه هو الدكتور أحمد، ده لحن جميل جدا. بس نقول قوموا يا بني النور. فأنا عايز أقول أنه التسبحة بتاع نصف الليل اللي فيها 4 هوسات و7 تزكيات دي هنتكلم عنها، ويمكن كمان يعني في ناس بتهتم بموضوع التسابيح الخاصة بالكنيسة هنصادفهم ويتكلموا عليهم. إن شاء الله عليهم يكون معنا شمامسة يقولنا الحان. فلكن إيه بقى موضوع التسابيح؟ اتكلمنا تسابيح، وقلنا التسابيح ممكن يكون كمان حاجة تانية، إن هي قلنا غير التسابيح الموجودة وفي الكتاب المقدس، لكن برضو ممكن يكون في تسابيح أخرى، ممكن تكون بعض الناس اللي ربنا بيديهم نوع من الموهبة في كتابات تسابيح معينة. طيب نسمع دكتور صليب. طيب ماشي. أهلا بك دكتور صليب، اتفضل. أهلا. سلام رب يسوع المسيح لقدس أبونا. أهلا بك قمص بشوع عزيز. أهلا دكتور صليب، أهلا بك. وللابن المبارك قيصرة الكنيسة تسوني ميري الفاضل. أشكرك، أشكرك يا دكتور صليب. سلام ومحبة الخدام العاملين في قناة اللوجوس وللمجتمعين منهم الآن، الابن المرنمة مها فايز والابن عادل اسكندر ولجميع مشاهدي اللوجوس، أشكركم من أجل هذه الصلوات والتسابيح الروحية التي ترفعون بها شعب الرب. البرنامج الجديد الناجح الذي يملأ فراغا كبيرا لدى شعب الرب. أعتذر أولا على مقاطعة تعليم قدس أبونا الذي أستمع إليه باشتياق كثير، والصمت أفضل من ذبيحة الجهال يا قدس أبونا، فسامحني وحللني. ونحافظ عليك. أقول حين تنشغل قلوبنا بالرب وحده نحن نقدم له السجود بروح التعظيم والفرح، معترفين بملكه على قلوبنا ومعلنين سلطانه على أرواحنا ونفوسنا وأجسادنا التي نقدمها، ونحن منفصلين عن الشر كذبيحة حية للشكر من أجل خلاصه العظيم وعتقنا. بننحني في خشوع واتضاع مقدمين له الإكرام من أجل نعمته وقدرته وبهاء مجده. أقول كلمة الله، أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح، وفي السجود لا نطلب شيء لذواتنا بل نقدم لله، أنسكب روح مستغرقة في الإعجاب بصفاته وكمالاته،
بسجودنا نردد عبارات التسبيح كما أشرتم يا قدس أبونا، الذي هو بالعبرية التسبيح والتلهيم أي المزامير، وهي كلمة اشتق منها كلمة هللويا التي معناها حمدا ليهوه، وكلمة تسبيح في اللغة اليونانية هي إنياس، كما هو اسم الشخص الذي قال له القديس بطرس الرسول يشفيك الرب يا إنياس. أيوة. وكأن كلمة الله تخبرنا أن للتسبيح والسجود بركات كثيرة من ضمنها الشفاء، ونحن نعلم أن أساس امتياز اقترابنا إلى الله وقبوله لسجودنا وعباداتنا وصلواتنا العهد الجديد هو الفداء بكفارة دم المسيح. ومما يعزي قلوبنا يا أتسبنا أن نذكر بأن كلمة يسجد اللغة العبرية تعني يقبل اليد، دليلا على الاتضاع والإخلاص والمحبة والعرفان بالجميل. ولا يفوتني أن أذكر نفسي وشعب الرب أن جزء من السجود الذي يطالبنا به الله هو تقديم بعض من أموالنا كما تعلمنا الكلمة في إنجيل متى البشير الأصحاح الثاني، إذ نجد أن السجود للرب اقترن بتقديم الكنوز. فليت الرب يحرك قلوب محب قناة اللوجس كيما يقدمون جزءا من أموالهم العزيزة بفرح وسخاء لتعضيد عمل الخدمة في القناة، حتى ما يتبارك في بيوت وعائلاتهم وأعمالهم وأملاكهم وصحتهم الجسدية. السجود والتسبيح بركات كثيرة، لأنه يسبب الفرح لقلب الله ويفرح قلوبنا نحن أيضا، ويساعدنا كما أشرت ما وتسبنا على الامتلاء بالروح القدس، يقوي إيماننا ويشدد قلوبنا. أمين. وينقي ضمائرنا وحواطفنا. أمين يا رب. ويمنحنا سلام وراحة. أمين. وطمأنينة. أمين. ويعمق صلتنا وشركتنا. أمين. مع الرب. أمين يا رب. السجود هو من خصال القديسين في شركتهم مع الرب، ولا ننسى أنه بسبب الركب الساجدة تباركت شعوب قديما وأمم وارتد غضب وقضاء الرب عنها. لكننا وحين ننشغل بزواتنا نحن نصلي، وفي صلواتنا نقر بخطايانا وحجزنا وتقصيراتنا وضعفاتنا ونتوب عنها. أمين. كما نعلن طلبتنا بالأعواز والاحتياجات، ونسأل الله الرحمة والبركة، وفي صلواتنا نسكب شكوانا وأوجاعنا، ونشكر الرب على إحساناته الزمنية إلينا، ونسأله أن يجنبنا التجارب. أمين. الرب يساعدنا جميعا. أمين. أن نحيا بالأمانة في طاعة كاملة لوصاياه، دايما نقدم عبادة مقبولة تليق بقدسته، ولكي ما نصلي من أجل الآخرين كما فعلتم وتفعلون يا أتسبنا، لنتبارك ونحافظ ونقوي صلتنا بالرب من خلالها. إن سمح وقتكم ألا سمحتم لي أن نصلي؟ أم أن الوقت تفضل يا دكتور صليب. يا أبنا نصلي. يا أبنا السماوي، نقترب من عرش نعمتك في دم فادينا الكريم يسوع،
المجد والجلال قدامك، والعز والجمال مقدسك يا الله، ديارك نور، وأنت الصانع أنوارا عظيمة. بملء قلوبنا نشكرك، نذبح لك ذبائح الحمد والتسبيح، لأنك صالح وإلى الأبد رحمتك. وأعطنا يا ربنا حكمة لنتعقل مراحمك، ونثق يا إلهنا المحب أنك تكافئ أولئك الذين من أجل خاطر ابنك الحبيب يحبون ويخدمون أعضاء جسد المبارك بقداسات وسجود وصلوات والتسابيح ووعظ وتعليم، ويخبرون بخلاصك المجان العظيم. نسألك يا رب البركة والفرح والقوة لأبينا القمص بشوي عزيز، ولشريكته الابنة تسوني ميري، ولشعب كنيسة، ولجميع خدام وخادمات وأعضاء قناة القدس ومحبيها. أسألك يا إله كل نعمة، إحسانا لكل طالبي وجهك الذين طلبوا، وأولهم الابنة المريضة المتألمة أنوش، وإن كان معنا اسمها الإنسان الضعيف، لكن قوتك يا ربنا في الضعف. فالمسها لمسات شافي يا سيدنا الرب، يا أيها الطبيب العظيم هي وكل المرضى، يا من تعطي خبزا في الضيق آمين يا رب، وماء في الشدة، وتشبع النفس المشتهية، وتملى نفسا جائعة خيرا. نسألك يا من حررتنا من سجن الخطايا وطهرتنا من دمك الكريم، أن تحرر جميع من لا يزالون مقيدين بأرواح غضب أو خصام وعداوة أو تحزب وكبرياء، أو المستعبدين لشهوات ردية والرافضين لحق الإنجيل. ونثق يا إلهنا القدير أنك وحدك تسلب من الجبار غنيمة، وتفلت سبيل المنصور العاتي إبليس، وتكسر مصاريع نحاس، وتقطع عوارض حديد. يا من تطلق الأسرى الموثقين في الظلمة بالذل والعبودية، وتفكك ربط قيودهم. أسألك يا أبو الرأفة وإله كل تعزية، تعزيات للحزانة آمين، والباكين آمين يا رب، والمتألمين آمين، ونؤمن أنه في حضرتك يا رب يهرب الحزن والتنهد، وتختفي الشكوك والمخاوف. يا من في حنانك وعواطفك الرقيقة تمسح عنا الدموع، وتملأ قلوبنا بأفراح سماوية وبترتيلات السلام. نسألك يا من احتملت جراحات الصليب، وحملت في جسدك أمراضنا وأوجاعنا، أن تعطي صبرا لمن هم تحت تجارب أمراض وآلام. الآن نسألك في اسم المسيح لمسات شافية، أرسل كلمتك فتشفيهم يا رب. طوبى لجميع منتظرين الرجين رحمتك، يا من تشفق وترفع وتحمل وتنجي وتشفي. اذكر يا رب المطرودين والمتروكين والمحبوسين والمظلومين واليائسين، ومن يكتزون تحت ضيقات واضطهادات، وانت وعد ان الرب الهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخافنا وعينك، فأعنا لكي ما ننمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. وليملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد، ولتكن رحمته وسلامه
وأفراحه ونعمته مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح. نسأل الكل في اسم المبارك المحبوب، ولك الله المجد والكرامة والبركة إلى الأبد يا صاحب السلطان. آمين. آمين. شكرك يا دكتور صليب. آمين. شكرك. معنا عايدة من مصر، أهلا بيك يا عايدة. أهلا مساء الخير سلم المسيح. سلم المسيح معاكي. أهلا وسهلا. المسيح معاك حبيبتي، أهلا بيك تفضلي. عايزين نطلب صلاة يا أبونا لو سمحت. صلاة لمين يا عايدة؟ نعم؟ عايزة أصلي، نصلي لك لمين؟ لقريني راضي متجوزة من عبد من أمريكا إيريني راجي. إيريني مين؟ إيريني راجي. راجي؟ عملية؟ لا هي مش تتجوز يعني، معلش. لا مشكلة جواز. مشكلة جواز. مشكلة جواز. طب حاضر. حاضر يا بنتي، حاضر. هو من عندك من أمريكا اتجوز قعد 20 يوم ومشي وما. حاضر يا عايدة. حاضر يا بنتي، هنصلي عشان إيريني عندها في مشكلة في الجواز. حاضر، ربنا يا بنتي يتدخل. حاضر. يعني أنا عايز أحل المشكلة دي، مش عارفة أعمل حلها إزاي. طب سيبي نمرتك يا بنتي في الكنترول وأنا أبقى أكلمك. حاضر. ماشي يا أبونا. طيب حاضر. نمرتي في الكنترول. سيبيها وأبونا يكلمك، سيبيها وأبونا يكلمك يعرف منك التفاصيل. طيب تمام يا أتسو. تمام يا ربنا معك يا عايد. فضل يا أتسابونا. هو تعالي نقول الآية أفسس احنا عارفين عليها 5-19. اتكلمنا عن المزامير والتسابيح. ما هو كاتب خمس حاجات ولا ستة؟ بقول له مزامير، تسابيح، أغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. يبقى دي واحد، اثنين، ثلاثة، ثلاثة، أربعة، خمسة. وبعدين حتى كمان في حاجة تانية يقول لك إيه، في كمان أناشيد كمان زيادة. دي بقى في مزمور 105 تاني يقول لك إيه، غنوا له، رنموا له، انشدوا بكل عجائبه. وفي أشعياء 5:1 يقول لك لأنشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمه. يبقى إذا احنا عندنا كمان أناشيد، يعني غير الخمس حاجات دول أناشيد. اتكلمنا عن المزامير شوية والتسابيح شوية، لكن تعالوا نتكلم عن الإيه بقى، الأغاني الروحية. الأغاني الروحية. قبل ما أتكلم عن الأغاني الروحية، عشان خاطر الموضوع ده محتاج إن احنا نشوف الآية اللي كانت قبل خمسة، أفسس 5:19. تبقى أفسس كام؟ خمسة كام؟ 18. حد عارف الآية دي هي إيه؟ ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاء، بل امتلئوا بالروح. وبعد كده يقول لك مكلمين بعضكم بعضا بمزامير الله. إيه في ارتباط بقى؟ يعني إن كانت الخمر هي اللي الإنسان بيلجأ إليها، طبعا الإنسان اللي هو يعني عايش في العالم وعنده مشكلة وضيقة فعايز إنه يفرح فبياخد له كاسين خمر أو ينسى يعني. فعشان كده السكر هنا بقى الروحي هو عن طريق التسبيح. التسبيح والترنيم ده هو ده السكر الروحي. وليه بقى؟ لأنه الحقيقة قال أحد الآباء إن الروح القدس يحل فينا لما نرتل المزامير. يعني نقولها بلحن. ولما نيجي يعني لما صلواتنا في الكنيسة معظمها بألحان، حتى الأجبية كمان ليها لحن، كل حاجة ليها لحن. ليه؟ لأنه كل ما احنا بنقول بنغم، كل فعلا ان احنا بنمتلئ من الروح القدس. في آية في كولوسي 3:16 بيتكلم برضو عن التسابيح والترنيم. يقول ايه؟ لتسكن فيكم كلمة المسيح بإيه؟ بغنى. وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح روحية بنعمة مترنمين في قلوبكم إيه؟ للرب. يبقى الأول قال ما تسكروش بالخمر، وقال امتلئوا بالروح. وقال الإنسان الممتلئ بالروح باستمرار بيرنم، ولما نرنم نمتلئ أكتر بالروح. هي سر يعني دايرة كده. لكن قال هنا بقى في كولوسي 3:16 قال حاجة تانية، قال لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. يبقى إذا احنا لما بتسكن فينا كلمة المسيح بغنى كمان ايه؟
بنرنم ونغني ونبقى فرحانين يعني. عشان كده انا بقول ايه، في بعض ترانيم تشعري كده ان هي مليانه من كلمه ربنا. يعني معظم الترنيمه عباره عن كلمات من الكتاب المقدس، بتبقى ترنيمه قويه غير اما واحد يالف بقى كلام كده تلقاه يعني هو تلقاه عمره ما قرا الانجيل مثلا لكن عمل ترنيمه. لا صحيح. يعني لكن لا، مكان تملي الترانيم اللي هي تبقى ناجحه بتلقاها ان هي ايات من الكتاب، ايات معظمها ايات من الكتاب المقدس. فبيقولوا ان التسبيح والترنيم بيؤثر في الروح والقلب كما تؤثر الخمر في الجسد. فالتسبيح هو الخمر الجديدة للعهد الجديد، التسبيح والخمر الجديدة للعهد الجديد. عايزين ان احنا نتكلم عن الاغاني الروحية، وقلنا الاغاني الروحية يعني طبعا كلمة اغنية دي كان لوحدة ما يسمعها يقولك ازاي نغني، نغني في الكنيسة نغني الاغاني دي تنفع؟ لان العالم بيستعمل كلمة اغاني بمفهوم اخر. لكن في اشعياء 42:10 يقول ايه، غنوا للرب أغنية جديدة تسبيحة من أقاصي الأرض. ده أشعياء 42:10. غنوا للرب أغنية جديدة، وبعدين في أشعياء 42:12 يقول إيه، ليعطوا الرب مجدا ويخبروا بتسبيحه في الجزائر. ليعطوا للرب مجدا عن طريق إيه؟ التسبيح. إحنا بنمجد ربنا من خلال التسبيح. عشان كده احنا لما قلنا زيدوا المسيح تسبيح، دي تعتبر اغنيه روحيه، اغاني روحيه. الترنيم بقى نتكلم عن الترنيم، احنا قلنا مزامير والايه تسابيح والاغاني الروحيه. الترنيم الحقيقه الترنيم عباره عن برضو مقطوعات ناس يعني ربنا بيديهم موهبه معينه عشان يكتبوا كلماتها، وبتبقى بقى ممكن تكون لحث الناس على التوبه وتقديس الحياه والثقه الكامله في ربنا والاعتماد عليه في كل شيء. وكذلك في ترانيم للحث على الصلاه او الى اخره. دي الترانيم. وقلنا الترتيل هو ان انا اردد الاقوال اللي هي بايه؟ بلحن او بنغم. ده الترتيل. لكن طب ايه الاناشيد الروحيه بقى؟ الاناشيد الروحيه هو لما نقول ترنيمه بحماس للمسيح او للكنيسه، زي ما قلت كنيسه القبط، ده دي انشيده كنيسه الاله. لما كنت في جمعيه اصدقاء الكتاب المقدس كان عندنا نشيد روحي، نقول اصدقاء للكتاب اسمنا والمسيح راسنا والعفاف رمزنا والكمال قصدنا، عصرنا عصر العمل هيا حقق الامل. فدي ده انشوده، اناشيد روحيه. لو احنا عندنا حاجات كام حاجه دلوقتي؟ سته، يعني المزامير وتسابيح واغاني روحيه مترنمين ومرتلين في خلقكم الرب، وبعدين قلنا كمان في ايه؟ اناشيد. لكن الحقيقه يعني ما فيش، يعني عايز اقول ايه؟ يعني ممكن قوي احنا قلنا ايه الفرق بالترنيم والترتيل؟ قلنا الترنيم اللي هو ترنيم زي ترنيم ترنيم ترنيم، حد مؤلف ترنيمة وبديها لحن، واخد بالك؟ لكن الترتيل ان انا ارتل اي كلام صح. موجود ان كرتل مزمور اقوله باللحن، ارتل اي اقول الانجيل بلحن، ده ترتيل. برتله برتل الانجيل الترتيل الانجيل المرتل. ايوه صح. احنا عندنا يعني مثلا الكاسيليكون والبولس والابراكسيس، كل حاجه من دول ليها لحن قبل ما تتقال كمان، يعني مزبوط. مش بس هي تتقال بلحن، ليها لحن قبل ما تتقال. يعني الكنيسه غنيه جدا بالتسابيح والالحان. ممكن اضيف حاجه كمان غير السته اللي احنا قلناهم، الهتاف يهتف للمسيح. مزمور 89:15-16، طوبى للشعب العارفين الهتاف، يا رب بنور وجهك يسلكون باسمك يبتهجون اليوم كله. عارفين الهتاف لما انسان بيهتف للمسيح، يعني ساعات احنا بنهتف للناس يسوع. هتاف بنهتف للمسيح يا زي المسيح ما داخل اورشليم وصلنا في الاعالي، مبارك هتاف للمسيح، كان هتاف. فاذا احنا زودنا كمان حاجه بقت اسمها الايه؟ الهتاف. انا عارف ان عندكم ترنيمه حلوه
ها؟ بالهتاف يتحد الصوت. بالهتاف يا عايزين تقول لنا ترنيمه كمان حلوه، لان الحقيقه يعني احنا جو التسبيح هو اللي بيخلي الحقيقه الجو بتبقى القعده حلوه. الترنيمه حلوه قوي يا ابونا، بتقول ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجاه. يا طيب نسمعها سوا. ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجاه،
جايين ناحية قلبك بابا الكل من احنا صلاة ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل من احنا صلاة عدي وزور اللي مالك او كل تحت المرض واشفي المطروح وكل ما نصدق انك شفاء عدي وزور اللي مالك او كل تحت المرض واشفي المطروح وكل ما نصدق انك شفاء ملناش غيرك انت الهنا الحي بابا الكل من احنا صلاة ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل من احنا صلاة عزي المحزن وزين منسوب الفرح له ده ما فيش غيرك يا عيد البسمة فوق الشفاء عزي المحزن وزيد منسوب الفرح له ده ما فيش غيرك يا عيد البسمة فوق الشفاء ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل من احنا صلاة ملناش غيرك انت الهنا الحي يعني أنا حاسة أن كل الكلام اللي قدس أبونا قاله خلال الحلقة كل طلبات الصلاة اللي الناس شاركتنا بيها في التليفون موجودة في أبيات الترنيمة دي عبارة عن ترنيمة وصلاة في نفس الوقت يعني بتصلي للي عايز شفاء وبتصلي للمربوط وللمقيد واللي عنده ملل من الصلاة عدي وزور اللي مل واللي عنده ملل من المرض بتحس أن في كل بيت بتطلب طلبة صلاة لحد من اللي اتصل تليفونيا وقال فبحس قد ايه الترنيمة دي لما حد بيجي يصلي ويقول كلمات الأبيات دي بحس ان كل طلبات الصلاة اتسردت في ترنيمة واحدة صحيح كل ربط الخطية الناس اللي مربوطة كلها صلاة هي دي فعلا حتى عيد البسمة فوق الشفاة الناس الحزينة فعلا هي دي اللي بيربط الصلاة بالترنيمة بس هو يمكن الناس ما عرفتش الكلام لانها ما حطناهش على الشاشة على طول فما اعرفش في الاعاده ممكن حد يعمل لنا الحكايه دي ولا لا علشان الناس تبقى عارفه بس انت مسجلاها مش كده مسجلاها وبتطلع بالكلمات تطلع بالكلمات بتاعتها بتبقى حلوه فتره الصلاه قوي ان حد ممكن يستعين بيها وهو بيصلي طيب احنا في اللي هي الايه في افسس 5:19 بيقول ايه بيقول مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب يعني لو سمى يرنم في قلبه ازاي الانسان يرنم في قلبه ما هو بيقول كده بيقول لك مترنين ومرتلين في قلوبكم للرب يعني ممكن يكون في ترنيم الانسان يقوله بصوت مسموع وممكن يكون في ترنيم وترتيل لكن في القلب في الداخل ان الانسان اثناء الصلاه بيمجد ربنا من جوه بكلمات في الداخل انه بيبقى في شركه مع ربنا وفي علاقه مع ربنا ولو في وسط الصلاه استعان بكلمات ترنيمه انه يرنم بيها فانه قد ايه بيكون قلبه بيرنم وهو بيصلي وبيتكلم مع ربنا فانه بيكون بيرنم من الداخل قلبه مشغول بالترنيم طيب اوكي احنا اتكلمنا عن التسبيحات او الحان الكنيسه اللي ابتدينا يحطوها في نوتة وبيتعمل حفلات كبيره بفرق موسيقى عادل انت في الموسيقى في الفرقه دي وبتقدم وانت مسافر بكره عندك حفله في لندن ولا فين لا ولا كان هنا عندي حفله اول اسبوع بعد القيامه جديده في السويد كان عندنا ثلاث حفلات تسبيح وترنيم ودي دايما بنعملها كل سنه بعد اول اسبوع بعد عيد القيامه المجيد
ودايما بقى بشترك طبعا مع الاستاذ ماهر فايز وفاديه وفي كل حفلاتهم وفي كل مكان. قدمت مع كان معاك ارساني كان معنا ارساني في ارساني ده يعني الحقيقه دكتور مايكل حنين اللي هو ماسك اسمه الدكتور ايه؟ مايكل حنين. مايكل حنين ده هو اللي عمل نوته للالحان الكنسيه ولا هو يعني هو مكرس الخدمة؟ مين اللي قال عنه دكتور جوزيف ولا دكتور سعد؟ اللي هو بيعمل النوته اللي هو عمل دكتور سعد قال انه عمل نوته للالحان الكنسيه في كتير وفي اجيب المعلومه جورج كرولس كمان في مصر عمل حاله ترجم جورج كرولس على طول كنا مع بعض في حفلات بره مصر ان احنا ابتدينا يبقى في كورال كبير بيقدم الالحان على النوته وده بيحفظ الالحان ايه الموضوع اللي عامله بس هو الدكتور مايكل بيتكلم عنه اسمه مايكل حنين؟ دكتور مايكل حنين هو عايش في لندن ودكتور قلب يعني مشهور ايه اللي جدا. بيعمله يعني هو مكرس الخدمه دايما بيحب يعمل الحان الالحان وترانيم ومهتم جدا بالموضوع حاجه كويسه ممكن تجيب لنا التسجيلات اللي عاملها عشان نذيعها عندنا ان شاء الله باذن الله كويس ان شاء الله الحقيقه موضوع ان هم حطوا الالحان على نوته ده بيحفظها طبعا يعني هي صحيح محفوظه لغايه دلوقتي بالتسليم دي طبعا بالتسليم صحيح. ده 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 اعجاز الحقيقه طيب اكتر من 2000 لحن عندنا ايوه يعني الحقيقه الشمامسه لو نسيبهم يقولوا كل الالحان خصوصا في المناسبات الحان كتيره قوي 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 طبعا والحقيقة هي معجزة يا ابونا فعلا انها حفظت لغاية ايامنا ولا في لانوتا ولا في حاجة كلها تسجيل. بالتسليم مفيش تسجيلات حتى مفيش تسليم مفيش حتى نسي دايما تسليم. نسي تسليم مظبوط يا لغاية دلوقتي الحقيقة يعني احنا انا بشكرك أتسابونا لان فكرة البرنامج دي فكرتك عشان انت بتحب الترنيم وبتحب الصلاة فيعني بداية كويسة للبرنامج ويعني تقول لنا كلمة أخيرة عن تصورك للبرنامج ده لأن أنا عارفة أنك عندك تصورات كتيرة للبرنامج ده فقول لي كده إن شاء الله الحلقات الجاية هيبقى تصوراتك إيه للبرنامج أنا يعني نفسي أن يكون الاستوديو يتحول إلى اجتماع صلاة عالمي زي ما صلى الدكتور صليب كده كصلاته حلوة خالص أوي. ان يكون في ناس بتصلي معانا وفي نفس الوقت ناس بتسبح معانا وناس يكون عندها مواهب نكتشفها عن طريق البرامج دي يكلمونا مثلا ناس بتألف ترانيم ناس بترنم الى اخره حتى لو يرنموا على الهواء او عن طريق السكايب فالحاجة المهمة واللي هي اللي انا حريص عليها جدا ان احنا لازم يكون عندنا يعني مشاركة لكل إنسان مريض أو تعبان أو محتاج أو ضعيف أو فعايزين إن إحنا ما كناش هنصلي مع بعض وفي نفس الوقت كمان لما البرنامج ده بيشاهده مثلا 10,000 واحد 100,000 واحد مليون لو دول بيصلوا فعلا مع بعض دول يهزوا السماء والأرض صحيح. علشان كده احنا بنهتم بكل إنسان وكل واحد بطلبته الخاصة وبنرفعها وبنقول للمشاهدين يصلوا معانا ويقولوا أمين لما احنا بنصلي علشان فعلا ان يبقى عايزين ان الناس خصوصا يعني انت عارف ان احنا ما كنا مسافرين وكان ما كانش لينا اكسس الا للسي ان ان فكنا نشوف باستمرار ال 170 ولا 180 فتاه 200 يا ابونا 200 اختطفوا في نيجيريا بوكو حرام ليه؟ وقال لك 90% منهم مسيحيات ايوه وبعدين الراجل قال لك دول كلهم اعتنقوا الدين الاسلامي ولبسوهم حجاب وقال لك يعني فالناس دي محتاجه صلاه مين هيصلي من اجل الناس دول؟ انا مش انا كنت بعد ما جيت كنت متحمس جدا ان الموضوع ده ان احنا نسيره عالميا وما نسكتش عنه احنا بس ندافع عن الاقباط في العراق او في سوريا او في مصر او ناسحين يعني طب نيجيريا ده وفي بلاد كتير او فيها اضطهاد صعب قوي قوي والسودان فاحنا عايزين من خلال البرنامج ده احنا نصلي من اجل كل مضطهد ولأجل كل إنسان عنده تجربة وعنده ضيقة لأجل كل بيت فيه مشكلة
احنا هنصلي دلوقتي من اجل برضو الطلبه طلبتها عايده من اجل بنتها ايريني عشان ربنا يحل المشكله اللي موجوده عندها. عايزين نصلي من اجل كل انسان لان احنا دلوقتي زي ما قلت انت في المقدمه بنسمع عظات كتير. بنعمل برامج كتير صحيه ونفسيه وطبيه الى اخره. لكن اللي بيحرك العرش النعمه هو الصلاه. صحيح يا ابونا. فعشان كده ان ما كناش احنا نقف قدام عرش النعمه بثقه ان ربنا هيستجاب هذه الصلوات والطلبات يبقى البرنامج ملوش يعني. عشان كده اللي بيشتركوا في البرنامج لازم يكون عندنا عشان احنا صلينا مع بعض قبل البرنامج. ليه؟ عشان خاطر احنا متحدين بقلب واحد امام الله ان احنا عايزين ان هؤلاء الذين يريدون اي نوع من الاحتياج ان ربنا يستجيب للصلاه. لان احنا بنصلي بايمان وثقه ليس لنا في او ما فيناش اي شيء يعني صالح، لكن احنا ثقتنا في دم المسيح وفي قوه صليب ربنا يسوع المسيح انه يغطي كل خاطي، وايضا ان تعمل النعمه في كل قلب الناس بتصلي علشان يتوب او يرجع ويتقابل مع المسيح. عايز اقول حاجه كمان، عايزين نتعلم ان احنا الواحد يخرج عن ذاته شوية. يعني أنا صلاتي يمكن بتبقى متركزة فيا في ولادي في مشاكلنا، عايزين نتعلم إن إحنا نشارك بعض في الصلاة. يعني أنا ما يبقى قدامي لستة من الناس اللي أنا هنوعد إن إحنا هنصلي مع بعض كلنا للناس دي، فالواحد يبتدي يبقى عنده أحشاء رأفات، يبتدي يحس بالناس التعبانة، ويبتدي مش بس يصلي لنفسه ولعيلته، لا نبتدي نصلي لبعض. ومش بس اصلي ببعض عموما، لا ده انا هصلي لبعض بالاسم، يعني انا عندي اسم هصلي من اجله. عشان كده نبتدي ننفتح على بعض، وزي ما قلتك بتقول لو كلنا هنصلي مع بعض من اجل موضوع ده بيهز عرش السماء. وكمان يعني مش بس المرضى والحزانه والمشاكل، عايزين نصلي من اجل الناس البعيده عن المسيح، عايزين نصلي من اجل سلام العالم كله. يعني خصوصا في الشرق الاوسط بلادنا محتاجه صلاه كتير قوي. مزبوط. عايزين نصلي من اجل الكنيسه في مصر وفي البلاد العربيه. يعني الحقيقه مواضيع الصلاه كتير قوي قوي، لو الانسان هيحط كده يقعد يصلي هيلاقي نفسه قاعد قدام ربنا يمكن ساعه عشان يذكر بس مواضيع الصلاه دي. مواضيع كتير. صحيح يا مواضيع كتير. وكمان عايز اقول حاجه يعني للناس اللي هم بيشاركونا في البرنامج واللي هم يعني عايزين كمان مش بس ان هم عايزين يقولوا احنا صلينا وفعلا ربنا استجاب للصلاه وحصلت ان فلان ده اللي صليت له ربنا استجاب وشفى، علشان خاطر كمان الباقي يتعزى ويتقوى ويثبت في حياه الايمان والبر والطاعه. يا دوبك يا ابونا وقتنا خلص. انا بشكرك يا مها على وجودك معانا. شكرا ليكم وربنا يبارك البرنامج ويديم. ثانك يو حبيبتي. ثانك يو عادل. انا بشكرك بجد شكر كتير لانك انا عارفه ان وقتك مليان لكن جيت وشاركت معانا. خدت بركه. الله يبارك فيك. وتسابونا بشكر قدسك جدا، وهننقي حلقتنا بصلاه من قدسك لكل الناس اللي طلبوا الصلاه. بسم الله والابن والروح القدس إله واحد آمين. يا رب يسوع المسيح نشكرك لأنك أنت اللي ثقلتنا يا رب يسوع بالصلاة من أجل الآخرين، وأنت رب اللي وعدت إن احنا اللي هنطلبه بإيمان هناخده، وإنك أنت رب يسوع المسيح اللي قلتنا اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. عشان كده احنا بنسأل يا رب عشان هناخد، احنا بنطلب عشان نجد، احنا بنقرع يا رب علشان تملأ قلوبنا وقلوب ولادك بعطية الروح القدس، علشان يا رب يستطيعوا ان هم يعيشوا حياة طاهرة مقدسة امامك. بنصلي يا رب تاني من اجل كل ولادك اللي طلبوا منا النهاردة ان نصلي من اجلهم ومن اجل احتياجات اسرهم، وبنصلي من أجل مصر ومن أجل انتخابات في مصر يا رب يسوع المسيح، وإنك أنت اللي تعين رئيس مصر القادم، وإنك أنت رب تديله شفقة ونعمة علشان يا رب يعطي الجميع مواطنة كاملة بدون أي تمييز. بنصلي من أجل يا رب الكنيسة في مصر
وبنصلي يا رب من أجل كل الآباء والخدام، وبنصلي من أجل رئيس كهنتنا البابا الأنبا تودروس وأبينا الأسقف الأنبا سرابيون وكل الآباء الكهنة اللي موجودين في الأبروشية هنا واللي موجودين في المهجر واللي موجودين في مصر واللي موجودين في كل مكان في العالم. بنصلي من أجل انتشار كلمتك المقدسة في كل مكان ومن أجل الكرازة بالإنجيل. بنصلي يا رب يسوع المسيح علشان تعطي سلام للعالم يا رب، وأنك يا رب أيضا مصلي من أجل أمريكا اللي دخلت يا رب يسوع المسيح في مشوار مظلم، وأصبح يا رب يسوع الإنجيل غير موجود لا في المدارس ولا في الأماكن العامة، وأصبح يوجد أي كتاب آخر غير الإنجيل يا رب. إمتى ترجع أمريكا للمسيح؟ إمتى يا رب أمريكا حكومة وشعب يتوبوا ويرجعوا ليك؟ نشكرك يا رب لأنك تستميع صلواتنا وطلباتنا، وأيضا من أجل كل صلوات قديسيك وشفاعة العذراء القديسة الطاهرة مريم اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر. المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة. أحبائي المشاهدين أشكركم على مداخلتكم، وإن شاء الله نشوفكم قريب في الشهر الجاي في حلقة جديدة من هنصلي ونرنم إن شاء الرب وعشنا.